السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النشرة الصباحية لهذا اليوم. إسرائيل تعلن مقتل 2 من جنودها في قطاع غزة. الاستخبارات تحرر فتاة مختطفة وتعتقل خاطفها في بغداد. إسرائيل تعلن استهداف قائد كتيبة تابعة لحماس. الصحة العالمية: استمرار القتال في غزة مرعب. إليكم تفاصيل الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 3 كانون الأول 2023 مقتل 2 من جنوده خلال المعارك في قطاع غزة، ليصل عدد القتلى في صفوف قواته منذ بدء الحرب إلى 398. وكشف الجيش في بيان عن إبلاغ عائلات 2 من جنوده بوفاتهما، حيث توفي رقيب يبلغ من العمر 20 عاما الليلة الماضية متأثرا بجراحه خلال معركة يوم 14 نوفمبر الماضي شمال قطاع غزة. كما أشار إلى مقتل جندي آخر خلال معركة في وسط قطاع غزة الليلة الماضية. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الأحد إنه بهذا الإعلان يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من بدء الحرب الحالية في غزة إلى 398 شخصا. أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع اليوم الأحد 3 كانون الأول 2023 تحرير فتاة مختطفة واعتقال خاطفها وسط العاصمة بغداد. وذكرت المديرية في بيان تلقته بغداد اليوم إنه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من تحرير فتاة مختطفة تبلغ من العمر 18 سنة في منطقة الجادرية ببغداد وإلقاء القبض على خاطفها. وأضافت أن الخاطف هو أحد تجار ومروج المواد المخدرة وصادر بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة 28 مخدرات، وحيل إلى الجهات المختصة أصوليا. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس وفقا لما نقلته سكاي نيوز اليوم الأحد 3 كانون الأول 2023. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس فيديو لعملية الاستهداف قائلا: استهدف الجيش الإسرائيلي قائد كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس المدعو وسام فرحات. وأضاف: تولى فرحات قيادة الكتيبة ابتداء من عام 2010 وقادها أيضا في عملية الجرف الصامت عام 2014، كما شارك في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. واستأنفت إسرائيل العمليات القتالية الجمعة الماضي مع انتهاء الهدنة مع حماس والتي استمرت 7 أيام وتم تمديدها لمدة 2 يوم، وشهدت الإفراج عن عشرات الأسرى والمحتجزين من الجانبين. مع استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة أثر انهيار الهدنة المؤقتة التي استمرت أسبوعاً، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم الوضع في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان بالمرعب. وقال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد 3 كانون الأول 2023: إن التقارير الواردة عن الأعمال العدائية والقصف العنيف المستمر في غزة تثير الرعب، مطالبا بوقف إطلاق النار على الفور. كما وصف الأوضاع في مجمع ناصر الطبي وهو الأكبر في جنوب القطاع بأنها غير ملائمة على الإطلاق لتقديم الخدمة الصحية. وقال إن طاقما من المنظمة زار المجمع الطبي الضخم فوجده يكتظ بألف مريض، وهذا أكثر بثلاثة أمثال من طاقته الاستيعابية.